لقاء جمعني بسيادة رئيس الجمهورية اليوم، تناولنا فيه الوضع العام فيما يتعلق بما هو اقتصادي بما هو اجتماعي، وهناك تقارب في وجهات النظر لتحديد الأولويات للمرحلة القادمة حتى نخرج من الوضع اللي نوعا ما صعب اليوم في تونس، وحتى نعطي إشارات إيجابية لشعبنا فيما يتعلق بعديد القضايا نتاع البطالة نتاع التنمية نتاع فيما يتعلق بالمدرسة العمومية فيما يتعلق بالصحة العمومية. القضايا عديدة وعديدة جدا، هناك تقارب في وجهات النظر، وإن شاء الله في الأيامات القادمة يكون هناك مسؤولية معناها جماعية لإيجاد الحلول والبدائل لكل الهينات اللي موجودة عندنا حتى تونس تمشي في المسار معناها الصحيح.